كابتن بلال الف مبروك. كان في خلال 14 يوم النادي الاهلي لعب تقريبا، لا مش تقريبا، لعب 5 مباريات من العيار، يعني منهم 3 من العيار التقيل ومباراتين في كاس السوبر. خلال 14 يوم النادي الاهلي احرز برونزيه كاس العالم للانديه، والنهارده كاس السوبر المصري رقم 14 في تاريخ مشاركات النادي الاهلي. انت قصدك الماتش ده مش من العيار التقيل؟ بعد 2-2. لا ده يعني يعني ربنا يكون في عون اللعيبه، رغم العيار تقيل جدا. سيناريو خلاه فعلا صعيب، مباراه صعبت جامد جدا جدا بعد 2-2. بص يا كابتن، طبعا مبروك للنادي الاهلي، طبعا جماهيره، مجلس ادارته، لعيبته، منتميه، مبروك هنا طبعا في الاستوديو. احنا برضو بتحرق دمنا زينا زي اللي بتحرقوا دمهم بالظبط يعني، تمام، وبنفرح زينا زي اللي بيفرحوا بالظبط، يمكن اكتر شويه. مبروك لكل اللي بيحب النادي الاهلي يعني، تمام، هو ده النادي الاهلي. يعني النهارده الشوط الاول انت في نزهه خلويه، انت ما بتلعبش ماتش، انت كانك في الجنينه، خد بالك، ممشي الدنيا على مزاجك وبتاع وراكب الحصان، وده الله اكبر يعني، الدنيا زي الفل لحد الدقيقه 75 من الشوط الثاني. انت تكسب 7-0 مستريح، فاهم قصدي؟ قاعد كده متنزه، قاعد حاطط رجل على رجل، بتقول الثالث جاي امتى؟ بص اللقطه دي. طبعا جمهور عظيم، جماهير النادي الاهلي بقت النادي دي هتروح. احنا يا كابتن، احنا قبل ما نلعب كنا من الناس دي. الناس دي تروح زعلانه ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش تروح زعلانه. صحيح، خد بالك الاداء نفسه. مش هكلمك بقى في المكسب 7-8 النهارده مستريح، بالظبط، انت فاهم قصدي؟ ده الفرقه اللي قدامك لعبت من الدقيقه 75 للدقيقه 90 بس، انت متخيل يا كابتن؟ الدقيقه 75 مع احترامنا طبعا لفيشر، لكن يعني هم جم الماتش من الدقيقه 75 للدقيقه 90 بس، بسببنا. وانت اللي دخلت، شكرا، سلام عليكم. بسببنا، بسببك انت طبعا. طبعا طبعا هدف غلطه، وهدف الثانيه خبطه في رجل المغارة اتجاهها، ويعني وماتش يعني ماتشي بيقول لك يا اللي دلعني، وانت بقى مش عايز تدلع. انت حر بقى خلاص، طالما مش عايز، طالما مش عايز تدلع انت حر، اتعب في مصر، اتعب بقى بعد كده. بس خلينا بقى في التتويج. مستر كولر، رامي ربيعه، محمد هاني، عمرو السوليه، طبعا بص انا 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 طبعا يعني تقديري وكل تقديري لمروان عطيه، بس انا شايف حسين الشحات من افضل لاعبي يعني، متنظر يعني احسن لعيب في البطوله دي من وجهه نظري الشخصيه. هما الاثنين في الاهلي يعني، ايوه، تاخد بالك، والاثنين. وعلي معلول دلوقتي، وعلي معلول طبعا. علي بقى عنده كام بطوله؟ الهدفين، الهدف، الجولين يا كابتن، الجول الثالث والجول الاول. لا، وعنده كام بطوله علي معلول؟ هنجيبها. يا ريت، يا ريت الاعداد يجيب لنا علي معلول مع النادي. يا ريت والله. ماشي، ناخد التتويج الاول. ماشي، لانه رقم كبير. خلينا في التتويج برضه يا كابتن بلال. امام عاشور، كهربا اللي جاب جول اول براسه، فرحة مستر كولر طبعاً. طبعاً التتويج حاجة محترمة وحاجة عظيمة وحاجة سادس بطولة لي في خلال سنة وحاجة بسيطة يعني، سنة وشهرين تقريباً. طبعاً أنت بتبص، خد بالك يا كابتن، طول ما أنت بتدرب النادي الأهلي. طبعاً الموضوع مختلف تماماً. طول ما أنت بتدرب النادي الأهلي، طول ما أنت هتعتلي منصات التتويج. صحيح. ده أمر، بص خد بالك، جه اللي جه ومشي يعني، الناس كلها يعني طبعاً مع احترام لكل أسماء، كلهم محترمين. مانويل جيما مش هيجي زيه، جه. فاهم قصدي؟ ما موسيماني خد 2 افريقيا في سنتين ورا بعض متتاليتين، وثلاث عالم، وخد ثالث عالم، فاهم قصدي؟ مشي موسيماني مش هناخد حاجه يا جماعه، فجه الراجل الطيب ده، واخد بالك، خد افريقيا وخد ثالث عالم وخد خلي بالك، دي ثالث كاس سوبر. انا بقول لك اهو، امام عنده، امام عنده 3 بطولات في شهر، خد بالك يا كابتن، تخيل. امام عاشور لعب قد ايه؟ بقى له قد ايه بيلعب؟ امام عاشور بقى له قد ايه النادي الاهلي؟ شهرين اهو، شهرين اهو، وتالت عالم سيزون يعني. تالت عالم وسوبر، وسوبر حتى كمان يعني بالنسبه للعيبه. جت اجيال وقال لك خلاص الاهلي، مظبوط، اجيال حتى لو اقل. بص العبره كلها في في في, في البراند نفسه، في الاسم نفسه. العبره كلها في الاهلي نفسه. الاهلي هو من يصنع التاريخ. اللعيبه بتيجي وتروح مهما كانت عمالقه، مهما كانت، مدربين بيجوا ويروح، اجازه بتيجي وتروح، تمام، كل حاجه بتيجي وتروح، ويبقى النادي الاهلي. مودست اللي تقمص النهارده شخصيه بابا نويل طبعا في الشوط الثالث والرابع. مودست النهارده سجل هدف في صحيح المكسب، هدف الثالث، يعني بيعلن عن نفسه مع النادي الاهلي. صحيح، هو هدف سهل بس حلو. حلو، تمام.